لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فربي يسر ولا تعسر يا رب. مدحكنا كمي semua. Kita bersyukur jumpa lagi malam hari ini, melanjutkan pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid 2, masih marhala ibtidaiyah, masih membahas al-adawatul lati tajzimu fi'alaini afi wajdi. Mungkin kita buat rangkumannya. نعم، الأدوات الأدوات التي تجسم فعلين، برانتي yang menjazamkan dua فعل مضارع. yang pertama berupa Yang pertama أكبر بحر كل حروف، حرف حروف الشرط، يا شرط حرف الشرط. إن دن إن كان إثما إن دن إثما maksudnya apa؟ إن إن جيكوزا jika، jika جيكو إثما juga jika maknanya. سامع Banyak huruf ya، حروف حرف شر أكثر شرطين تجزمه أجزمو لين لين. Contohnya yang in إن تنم في مجرى المجرى، إن تنم في مجرى الهواء تمرة jika kamu tidur كم تدو إذا نم di tempat lewatnya udara، di tempat lewatnya udara kamu akan sakit kamu akan sakit. In harfu، من حرف الشرطين حرف الشرطين تجزمه يلزموا فعلين غير مبني مبنيون على السكون لي على السكون. تنام تنام حرف تنام فعل مضارع فعل مضارع، فعل شرط. شرطين مجزوم مجزوم بإن وعلامته وعلامة جزمه السكون السكون، وفاعله وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت أنت. لانسون تمرد تمرد جواب جواب شرط، جواب شرط جواب شرط مجزوم ب إن وعلامته وعلامة جزمه السكون فاعله سم. وفاعله ضمير مستتر داخله أنت شكرا. هو جدي أخي إسماعيل إذما. نعم صحيح إذما شكرا. إذا تفعل شرا تندم Jika kamu melakukan keburukan maka kamu akan menyesal izma harfu Izma harfu syartin tajzimu Tajizimu dengan ada ini mudar yang ini mabniyan Mabniyun ada sukun nam taf'al Tafal fi ada mudariun Majazumun bi izma wa huwa fi'lu syart وهو في الشرط وعلامة جزمه وعلامة جزمه السكون وفاعله وفاعله ضمير مستترا كثيرا تقدرها أنت. أنت شرا شرا مفعول به منصوب منصوب بالفتحة تندم تندم فعل مضارع مجزوم بإذمة وهو جواب وهو جواب الشرط وعلامة جزمه علامة جزمه السكون وفاعله وفعل
ضمير المستقيم تقديره أنت. نعم، دي menjelaskan dua mudhari kan. نعم Yang pertama فعل الشرط، yang kedua جواب الشرط. سلام. تفعل فعل شرطنya. تندم يا ابو شرط جواب الشرط. Kapan dia menyesal؟ Kapan kamu menyesal؟ ketika dia melakukan keburukan. Ketika melakukan keburukan. Atau penyesalan itu hasil dari Perbuatan buruk. perbuatan buruk. Bisa smile ya. Nah, bukan. Syukran. Jadi keduanya tuh in dan izmah harfu syart. Huruf syarat. Ismail. Berikutnya isim. Akhi Abu Zaid isim. Isim. نعم زاد اسم اسم شرط ya. اسم شرط Yang tadi harfu حرف شرط harfu syarat. Sekarang isim. Isim syarat. Yang pertama من man lil للعاقل aqil contoh ayat man yat'ab من يتعب في صغره يتمتع في كباره Barang siapa yang bersulit susah payah Barang siapa yang bersusah payah pada usia kecilnya, dia akan bersenang lenang pada usia dewasa. Man ismu Man ismu syartin anjazimu fi'laini mudari'aini mabniun mabniyun ala السكون لا محل له من الإعراب. يتعب يتعب فعل مضارع مبني أما مجزوم بمن وهو فعل هو بتقول مثلا وهو فعل وهو فعل شرط وعلامة جزمه وعلامة جزمه السكون وفاعله فاعله ضمير مستتر تقديره هو يتمتع langsung يتمتع فعل مضارع مبني على مجزوم مجزوم ب جبنا مجزوم بمن مجزوم بمن وهو جواب وجب جواب شرط وعلامة جزم جزمه السكون وفاعله وفاعله ضمير مستتر تقديره هو نعم شكرا أبو زيد ترتيبنya gitu Ustaz betulnya bisa seperti itu di bank buku ada atau nggak perlu disebutkan mudornya yat'ab fi'lu syart نعم يتعب فعل الشرط طيب سيد مجزوم مجزوم بمن وعلى جزم السكون نعم سيد شكرا فان يا أبو كنيا أبو رزقي ما لغير ال للغير عقلي نعم لغير عقل ما تنفق ما تنفق في أخيره في الخير في الخير تجزى تجزى به apa saja apa saja yang kamu infakkan kamu infakkan pada dalam kebaikan dalam kebaikan dalam kebaikan kamu akan jaza dibalasnya maka kamu akan dibalasnya ma isim syarat nah tajzimu tajzimu fi'lun mudari'un nah tajzimu fi'laini gitu aja tajzimu fi'laini bima nggak usah bima tajzimu fi'laini tajzimu fi'laini ulangi ma isim ma isim syarat syartin تجزم لاني مبنيا مبني بالسكون على كده مبني على السكون تنفق
تنفق فعل مضارع مجزوم بما، وهو فعل الشرط وهو فعل الشرط وعلامة جزمه وعلامة جزمه السكون، وفعله وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. تجزى على صوم. تجزى جوابه جواب الشرط مجزوم مجزوم بما بما، وعلامة جزم وعلامة جزمه وعلامة جزمه حذف إلا تنفو إلا حذف أسفو إلا itu tanda jazmnya dihapus huruf. حروف إلا. نعم شكرا أبو رزقي. أهلا وسهلا. ما لغير عاقل يا tak berakal. أخي عزيزي مهما بسم الله. مهما تنفق في مهما الخير مهما جدع لغير لغير عاقل، مهما تنفق مهما تنفق في الخير يخلف يخلف الله. apa saja Apa saja yang kamu infakkan pada kebaikan, Allah akan Allah akan balasnya, balas menggantinya. menggantinya. Fan. Mahma ismu Mahma ismu syarat tajzimu tajzimu fi'lain mabniyan mabniyun ala al fathi مبنيون على مبنيون على السكون. نعم تنفق تنفق اسم شرط بمكان اسم جزء تنفق أو سم جا شر إيه فن تنفق في العفو دي فعل مضارع، نعم فرص فعل مضارع مجزوم بغس بمهما، نعم وهو فعل وهو فعل شرط، نعم وعلامة جزمه وعلامة جزمه السكون، وفاعله وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. يخلف يخلف جواب شرط مجزوم مجزوم ب بسكون boleh langsung atau بسكون مجزوم بمهما juga boleh بمهما مجزوم بمهما، وفاعله ضمير فاعلنya مستتر ini Allah فاعلنya ونسى تertulis فاعلنya ظاهر Allah وفاعله الله اسم الجلالة فاعل gitu aja. الله اسم الجلالة Sebagai sebagai وهو فاعل yang mengganti siapa? yang menggantikan تنفق تنفق Yang mengganti kalau siapa? infak itu Allah yang menggantikan. Nah, itu maksudnya. Fa'ilnya Allah. Allah. Bukan domir ya. Syukur Akhi Azizi. Pan Ustaz. Abu Azmi. Mata. Pan Ustaz. Mata. Mata li. Menunjukkan Lil apa? akhir. Bukan. Mata artinya apa sih? Oh, kapan? Zaman. Li zaman. Di zaman. Contoh. Contoh, mata yusafir akhi usafir ma'ahu. Kapan saja, Apa saudaraku? saja kamu bersafar bersama saudara? Bukan, bukan, bukan. Yang bersafar akhir itu. Kapan saja kamu saudaramu bersafar, maka aku akan bersamanya.
Nah, bukan nggak ada kamu ya. Mata isim. Mata ismu syartin. Nah, tajizimu. Tajizimu fi'lain Mabniun. mabniun ala sukun. Yusafir. Yusafiru fi'lun mudhari'un Yusafir. Bukan yusafiru. yusafir fi'lun mudhari'un majzumun bi mata wa huwa Wahwa fi'lu syartin. akhi Akhi zaman. akhi Akhi fa'ilun. fa'il. Nah, fa'ilnya akhi yang Akhi. bersafar akhi ya. Namsa. Usafir. Usafir. Jawab syarat. Majuzuman. Majuzumun bisukun. Bi mata. Majuzumun. وعلامة الجزم Wa alamatu jazmi as-sukun. وفاعله Wa fa'iluhu domirun mustaqdiruhu tak. Mustatirun takdirhu ana. nah gitu saya Salam. أخي أبو أسمي بارك Topik ada أبو مؤاس أبو مؤاس حاضر يا أخي أزمن مؤاس أزمن نعم ساز أيانا 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 نعم untuk apa ini؟ نعم ساز untuk زمان أو مكان؟ ما معنى ساز أيانا kapan saja؟ أو كابن ساز بلا زمان 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 أيانا نعم زمان كلماتنا أيانا 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 تنادي أجبك أجيبك أجيبك بلا kapan saja بلا saja تنادى kamu memanggil kapan saja kau melihat Kamu maka manggil? ayo mang Kamu memanggil? oh, kapan saja kamu memanggil Aku akan aku akan menjawabnya menjawabmu menjawabnya. Ayana itu sama dengan mata ya. Nah, selfu zaman Zaman. Ayana isim? ayana isim tajzimun Isim apa atau namanya? isim zarfu zaman sas Isim syarat gitu, isim syarat. syarti nam isim syarti tajzimun Fi'lun. fi'lain Nah, mabniyan. mabniyun ala ala al-fathi Nah, tunadi. Enggak, Ustaz. Astagfirullah. Tunadi. Tunadi fi'lun fi'lun mudhari'un mabniun 'ala al-fi'l Fi'lun mudhari'un. mabniun 'ala al-kasr. Kita sedang bahas ini ya, Fi Azman. Ini. Al-adawatu. الأدوات التي تجزم الفعلين Nah, peranti-peranti yang perangkat yang menjazmkan dua فعل ini fiilnya maj majzum majzum bukan mabni. نعم Ulangi. Tunadi. تنادي فعل مضارع مبني على على السكون Jangan dibaca mabni. Kita sedang membahas apa ini? eh apa sas apa beli apa azimun على السكون Ulangi. Tunadi. tunadi
فعل مضارع مجزوم على قصر اساس مجزوم مجزوم على قصر بكن مجزوم مجزوم بأيانا مجزوم بأيان وعلامة جزمه وعلامة جزمه حرف حذف حذف زمان أيانا حرف أيان أخي أزمن يدي أيانا أيات تنادي أيان اسم شرطي أولاً جازم فعل أيانا فعل 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 أي أيانا عفوا تنادي عفوا تنادي تلي تنادي تنادي شرطي مجزوم بأيان بأيان وعلامة جزمه حذف الأيان حذفه حرف حيا حذف الياء كان أيه عفوا يا ولن يا أخي الزمان تنادي تنادي فعل تنادي فعل مضارع أخي أزمان نعم أستاذ تنادي فعل شرطي مجزوم بأيان وعلامة جزمه حذف حذف ياء أجيبك أجيبك جواب الشرطي رس بس تدمر. terus belum lengkap Afi Azman أجيبك فعل مضارعون وهو لihat aja nih lihat Afi Azman ujib ujib tadi mana ya ujib atau ajib ujib yang benar aja bayu ujib 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 أجيبك جواب الشرط مجزوم بأيان وعلامة جزمه السكون Catat وفاعل Akhi Azman. Azman. Catat itu. Lupa. وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا Nah, kalau baca bisa. Kalau prakteknya perlu dibiasakan. Enggak lupa. Ulangi ya. Ayana. Ayana ismu. أيان اسم شرطي تجزم تجزم فعلين مبني مبني على الفتح تنادي تنادي فعل مضارعون catat تنادي أكيد ini tunadi biar nggak lupa catat tinggal catat aja nanti baca lagi أتنادي فعل شرط مجزوم بأيان وعلامة جزمه حذف الياء وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت أجيب باب الشرط أجيب كنافة أجيب جواب الشرط مجزوم بأيان وعلامة جزمه السكون له ضمير مستتر تقديره أنا ولن يشبه أيانا أستاذ ulangi ayana tanpa melihat ayana
أيانا اسمه، أيانا اسم شرطي، أي ترس ترس ده بطل نعم أستاذ. أيانا اسم شرطي تجزم فعلين مبني على الفتح أيانا اسم شرطي جازم فعلين تنادي، تنادي فعل فعل شرطي مجزوم بأيانا وعلامة جزمه حذف الياء وفاعله مستتر تقديره أنت. أجيب جواب الشرط مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. نعم كيف أخي أزمن بغمبان كو إذا تشاطر بالثانية نعم استاذ أخي أزمن يا أخي رستم حاضر. السلام عليكم استاذ، وعليكم السلام أخي رستم، أهلا وسهلا. اهلا بك استاذ. مau coba dibaca. استاذ انا izin نيمك استاذ، لقي di jalan استاذ، izin نيمك استاذ. استاذ شكرا استاذ. عفوا شوف ان شاء الله. أخي وجدي تبشر البحث saja ya. نعم سيد، تفضل أرتيكل. البحث والحسن فقد جمع لنا في الجزء الأول أن إن تجزم فعلين مضارعين لا لالو بعد كده pada juzuk. Langsung aja. Kemarin kan sudah ya. نعم سيد، Oke, Abu sudah artikan langsung aja deh. يترتب حصول أولهما على حصول الثاني، وهنا نأتي على بقية الأدوات التي تعمل هذا العمل فنقول كل مثال من الأمثلة الأربعة الأولى السابقة يشتمل على فعلين مضارعين. إذا نظرنا إليهما من جهة اللفظ وجدناهما مجزومين، وإذا نظرنا إليهما من جهة المعنى وجدنا أن الحصول الأول مشرف في الحصول الثاني، أو أن الحصول الثاني جزاء لوقوع الأول. فالمثال الأول يفيد أن الإفراط في الأكل شرط في حصول التخمة، أو أن التخمة جزاء الإفراط في الأكل، ومن أجل ذلك يسمى الفعل الأول فعل الشرط. الثاني جوابه وجزاءه. وهنا نتساءل، ما الذي أوجب جزم الفعلين في كل مثال؟ وما الذي أفاد ثانيهما عدا أولهما؟ إنا إذا اختبرنا الأمثلة واحدا واحدا لم نجد سببا سوى دخول من، وهي التي جزمت، وهي التي أفادت الشرط، نعم ولذلك سميت أداة شرط جازمة. وإذا وإذا فحصنا عما تدل عليه كلمة من في كل مثال من الأمثلة التي عندنا، وكذلك في كل مثال تأتي فيه وجدناها لا تدل إلا على الأمثل. وإذا نظرنا إلى الأمثلة الأربعة الأخيرة وجدنا كل مثال فيها مشتملا أيضا فعلين مضارعين مجزومين. حصول أولهما شرط في حصول ثانيهما على نحو ما تقدم. نعم وإذا تساءلنا أسألنا وإذا تساءلنا هنا أيضا، ما الذي أوجب جزم الفعلين في كل مثال؟ وما الذي أفاد الشرط؟ لم نجد سببا سوى دخول ما، فهي إذن كمن تجزم المضارعين وتخيل الشرط، غير نعم أنها تدل دائما على غير العاقل.
نعم. هذا وهناك أدوات أخرى تعمل هذا العمل وتفيد الشرفة، وإليك بيانها وإجمال معانيها. إن ما إذ ما وهي كإن تفيد الشرفة، إذ ما تفعل شرا تندم، نعم مهما لغير العاقل كما، مهما تنفق في الخير يخلف الله. نعم متى بالزمان، متى يسافر أخي أسافر معه، نعم أيان للزمان، أيان تنادي أجبك، نعم أين للمكان، أين تذهب أصحابك، عنا أين للمكان، أن ينزل ذو العلم يكرم، حيثما للمكان، حيثما ينزل مطر ينمو الزرع، ينمو ينمو الزرع، نعم كيفما للحال، كيفما تعامل صديقك يعاملك، أيوه أي تصلح لجميع المعاني المتقدمة، آه. أي بستان تدخل أيه تبتهج، أي بستان تدخل تبتهج، القاعدة القاعدة الأدوات التي تجزم فعلين 12 أداة، إن وإذ ما وهما حرفان، ومن وما ومهما ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وأي وجميعها أسماء. شكرا، يواجدي، بارك الله فيك وفيكم بارك الله. أبو رزقي. ممكن نعم سعد، البحث البحث تقدم كمان تفعل، تأكد تفعل تقدم قا تا 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 تقدم نعم تقدم لنا في الجزائي جزئي الجزء الأولي الجزئي في الجزء الأولي في الجزء الأولي أن إن تجزم فعلين مضارعين يترتب يترتب حصول حصول أولهم على حصول على حرف الجر، لا ممكن يا نggak مجرد الثاني، وهنا نأتي على با 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 على بقية الأدوات التي تعملوا لو تعمل هذا العمل فنقول فانا اقول لو فنقول لو كل مثلا مثال كل مثالا من سوف اضاف اليه، لا ترسل يا بابا
Terus Abu Rizki baca. min amsilati al arba'ati arba'ati al awali as sab as sab ba as sabaki as sabak as sabakati السابقتي سبيقتي السابقتي يستعمل على فعلين يشتمل يشتمل يستعمل على فعلين مضارعين إذا نظرنا إليهم من من نفسك Coba Anda lihat di yang ada harokatnya ya. Ya, lihat di halaman. Ini halaman 190. 190. Ini. Min jihatil lafzi. من جهة اللفظ لفظ وجدناهما مجرور مجزوم ومينا مجزومين مجزومين وإذا نظرنا إليهما من من جهة المعنى جهة المعنى وجدنا أن حصل حصول أولهم أولهما بديهما شرط شرط في حصول الثاني أو أن حصول الثاني جزاء لو دي كوما حروف جار نعم سات لوقوع لوقوع الأول فالمثال الأول فالمثال الأول يفيد أن الإفراط الإفراط في الأكل في الأكل شرط شرط kenapa dikasrokan terus أكل شرط في حصول ماتوا حصول التهمة أو أن التهمة جزاء إفراط في الأكل ومن ومن أجل ذلك يسمى الفعل الأول فعل شرط ويسمى الثاني جوابه وجزاءه وهنا نتساءل ماذا ما الذي أوجب جزام الفعلين في حرف جر حرف جر في كل مثال مسألة نggak ممكن masalah مثال في كل مثال وما الذي أفاد ثانيهما
على الأوال أوالهم أوالي هما إنا إذا أخبرنا الأمثلة واحدا واحدا دو كالي سات Dua kali. لم نجد سببا سوى Terusnya, Pak. Terusnya jangan berhenti, terus saja. دخول من فهي فهي التي جزاما وهي التي أفادت شرطا الشرط وذلك سميت أداة شرط جزم ماتي وإذا فحتنا أما تدل عليه كلمات من في كل مثال من الأمثلة التي عندنا وكذلك في كل مثال تعاني فيه وجدناها لا تدل إلا على العقل على العقل وإذا نظرنا إلى الأمثلة Tidak pakai kujar, nggak mungkin di fathah dia. نعم سات سلام سات إلى الأمثلة الأربعة الأخيرة الأخيرة وجدنا كل مثال فيها مستعملا إذا على فعلين مضارعين مجزومين حصول أولهما شرط في حصول ثانيهما على نحو على حرف الجر، على حرف الجر، على حرف الجر. على نحو ما تقدم ما تقدم وإذا تسألنا هنا أيضا ما الذي أوجب جزم الفعلين في كل مثال وما الذي أفاد سرتين لم نجد سببا سوى دخول ما فهي إذن كمن تجزم مضارعين وتفيد الشرط غير أنها
tadulu. Ini nun ya, Ustaz. Tadulu. Da. Daiman. Daima ala ghairil aqal. Ghairil aqali. Haza. Wahunaka adawatun أخرى تعمل هذا العمل وتفيد شرطا وتفيد شرط وإليك بينها وأجمل معانيها معانيها معنانya. Nah, Ustaz. Terus? Dari kanan Ustaz ya. Ada Ya. ta asartin. Ada tul ada tu syartin. Izma wahia kaiman. Kain. Izma wahia kain. Ma mahma mata aina anna Dari itu bacanya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kiri kiri. Ustaz tu fides sarti faida tahu apa faida taha apa maksudnya Ustaz? Dari kayak langsung aja kaidah Abu Rizki Al-Qaidah tuh. Al-Qaidatu. Al-adawatu allati tazimu fi'laini. Isnata ashrata adatan. In. Wa izma wa huma harfani wa mahma wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haysuma wa kaifama wa ayyu wa jami'u huwa ismi isma isma'u Nggak mungkin isma. isma'un ya. Bukan. As. أسمعون Nah, شكرا أبو رزقي بارك أخي. أخي عزيزي ممكن القاعدة اللي langsung aja. بسم الله القاعدة الأدوات التي تجزم فعلين اثنتا عشرة أداة إن وإذ ما وهما حرفان ومن وما ومهما ومتى وأينا وأين وأنا وحيثما وكيفما وأي وجميعها أسماء. Peranti-peranti yang menjazmkan. Nanti peranti menjazmkan dua fi'il. Ada 12 Peranti. peranti. In dan izma. Dan keduanya huruf. Dan man. Dan ma. Dan mahma. Dan mata. Dan ayyana. Dan aina. Dan Anna, dan Haithuma, dan Kaifama, dan Ayu, dan kesemuanya adalah isim. Nah, syukran. Saya Ustaz. Alhamdulillah, kita Assalamualaikum. sambung lagi besok sampai sini jumpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.